أب شهر رحيل الشعراء، آخر الصيف وطلائع الخريف، يذهب الشعراء إلى حيث يكتبون قصائدا للرياح الآتية من جهة النسيان. وهكذا رحل سميح القاسم، شاعر المقاومة الذي وظف كل شعره من أجل القضية الفلسطينية، وكتب من أجلها أقوى البيانات والمقالات والتصريحات. أيضا كان سميح القاسم مناضلا حقيقيا مؤمنا بالقضية الفلسطينية، إيمانه بحقيقة وجوده ككائن يستحق الحياة، لذلك لم يترك أرض فلسطين وظل يناضل في صلب الحزب الشيوعي. وقد كانت له نقاشات مطولة في هذا الصدد مع الراحل الكبير محمود درويش، الأخ الذي لم تلده أمه، كما يحلو لسميح أن يناديه الرفيق الفنان سلمان زمان، حنجرة ولحن الرفاق الذي كتب على ذراع البلد يا ابو الفعايل يا ولد، لك الصوت واللحن والغناء، تفضل. راح أغني ثلاث أغاني، الثلاث الأولى اللي موجودة في السيدي عندكم، والثلاث الأخرى هي حق الفرقة في أغنية رابعة. إن شاء الله ما أطول عليكم، بكرة في والأشواق تحملني.
صوتها العذب تلاشى مسلما للريح دفئا تاركا فينا حنينا فينا حنينا وارتعاشا تاركا فينا حنينا فينا حنينا وارتعاشا ومضى سرا غريبا كان ليلا والجوما ومضى سرا غريبا كان ليلا والجوما لم يكن لحنا جميلا وغناء كان دنيا وسماء لم يكن لحنا جميلا وغناء كان دنيا وسماء وترقبنا دون جدوى واستفقنا ذات فجر وترقبنا دون جدوى طائر الفردوس قد مد جناحا والنشيد الساحر المسحور راحا طائر الفردوس قد مد جناحا والنشيد الساحر المسحور راحا من بعدك شوق ليس يهدى نحن من بعدك شوق ليس يهدى وعيون سهد ترنو وتندى وعيون سهد ترنو وتندى واستفقنا ذات فجر وترقبنا دون جدوى واستفقنا ذات فجر قبل دون جدوى طائر الفردوس قد مد جناحا والنشيد الساحر المسحور راحا طائر الفردوس قد مد جناحا والنشيد الساحر المسحور راحا نحن من بعدك شوق ليس يهدى نحن من بعدك شوق ليس يهدى سهد ترنو وتندى وعيون سهد ترنو وتندى عود لنا يا طيرنا المحبوب فالآفاق ضبام لاهما عود لنا طيرنا المحبوب فالآفاق ضبام لاهما عود لنا وجها وصوتا عود لنا عود لنا عود لنا يا طيرنا Thank you.
شكرا 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 شكرا.